الحمد لله. أما بعد، نتابع الكلام في بيان أنواع محرمة من البيوع والمعاملات، فنقول بتوفيق الله تعالى أن من أنواع البيوع المحرمة بيع شيء قبل أن يقبضه الشخص، وذلك شامل للطعام وغيره، ويحصل القبض بتمكين المشتري من العقار أو بتفريغ البيت له وتسليمه مفاتيحه أو بنقله في الشيء الذي ينقل أو بأخذه باليد في نحو كتاب وثوب وما شابههما. ومن أنواع البيوع المحرمة بيع الدين بالدين، وله صور متعددة، من ذلك أن يكون لزيد دين في ذمة عمر، فيقول زيد لإنسان ثالث: بعتك ديني الذي لي على عمر بكذا من المال، تعطيني إياه بعد يوم أو بعد يومين، فهذا حرام، نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد: إجماع أنه لا يجوز بيع الدين بالدين. ومن أنواع البيوع المحرمة بيع الفضولي، أي بيع ما ليس له عليه ملك ولا ولاية. والفضولي هو الشخص الذي يبيع ما ليس ملكا له ولا له عليه ولاية بالتصرف، أي ليس له عليه ولاية بطريق شرعي، ومثل هذا البيع لا يقع. أما من له ولاية على مال غيره كولي على مال يتيم، فإنه يجوز له أن يبيع من مال اليتيم لمصلحة اليتيم. واعلموا رحمكم الله أن المجنون لا يصح أن يبيع ماله من غيره ولا يصح أن يشتري، وكذلك الصبي الذي لم يبلغ بعد ولو كان مميزا، إلا أنه يجوز في مذهب الإمام أحمد للصبي المميز أن يشتري بإذن وليه. ومن البيع المحرم أن يبيع ما لا يقدر على تسليمه للمشتري، لكن إن كان المشتري قادرا على أن يتسلمه من غير كبير مؤنة صح البيع. مثال ذلك: إذا إنسان كان عنده بيت فغصب هذا البيت وهو لا يقدر على إخراج الغاصب منه، فباعه إلى من يقدر على ذلك، هنا صح البيع. ويدخل تحت هذا الباب، أي ما لا قدرة على تسليمه، بيع ما في بطون البهائم على انفراده، وبيع اللبن وهو ما زال في ضرع الحيوان، وبيع السمك وهو في البحر، وبيع الطير في السماء، والبعير الناد أي الهارب، وما شابه ذلك. واعلموا رحمكم الله أنه لا يجوز شراء ما لا منفعة فيه، أي ما ليس فيه منفعة حسية أو شرعية. مثال ذلك: الخبز المحترق لا يصح بيعه للأكل لأنه ليس فيه منفعة حسية. ومثال آخر: بيع الصلبان فإنه لا يصح لأنه لا منفعة شرعا فيها. ومثلها آلات اللهو المحرمة والحشرات الصغيرة كالنملة وما شابهها، وإن كان أصحاب الخصائص يذكرون لها منافع، إلا ما كان له منفعة معتبرة في شرع الله تعالى كالعلق لامتصاص الدم. واعلموا رحمكم الله أن الإمام الشافعي رضي الله عنه نص على أنه شرط لصحة البيع الصيغة من الجانبين، كأن يقول المشتري للبائع: اشتريت منك هذا بكذا، فيقول له البائع: بعتك أو قبلت. لكن اختار بعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه صحة البيع بالمعاطاة من غير لفظ، أي بكل ما يفهم منه البيع ولو كان من غير لفظ. نقف هنا الآن إن شاء الله، ونتابع الكلام في بيان أنواع محرمة من البيوع والمعاملات في حلقة مقبلة إن شاء الله تعالى، فتابعونا وإلى اللقاء.